محمد تلاقينا في 2019 ويعني كان ضيف ويعني إنسان حكيم ويعني وشاعر أيضا، ربما الناس ما تعرفش أيضا باللي شاعر. تفضل. شنو غادي نقول لك بلا حاسي صديق اللي الدنيا كما يقولوا سمحت لي باش نتلاقى به ونتعرف به ونخدم معاه، وتلاقينا في اعمال مسرحيه من قبل، ومن بعد زادت العلاقه تاعنا زادت كبرت في في عاشور العاشر، لانه مش عارف كانت كاينه كيمياء خاصه خارج البلاطوهات، كانت اخوه محبه بلا حاسي. كالكان اللي كان يرفد الهاتف تاعه يعيط لي يقول لي بالك خطرات مرتش عليه يقول لي لا غير بغيت نسقسي عليك، دونك هذيك المحبه الصادقه هذيك. اي سي كالكان اللي يبغي المهنه تاعه، كان عنده تفاني، كان عنده حب في المهنه تاعه، اي نحسوه باللي دائما معنا. ربي اختاره وربي رحمه ويسع عليه، احنا ناس مؤمنين بالقضاء والقدر الخير والشر نتاعه، لكن سي كالكان اللي بالفرحه تاعه بالبسمه تاعه بالحكمه تاعه، لانه يعني الناس بزاف ما تعرفش الجانب بلا حاسي. سي مكتبه متنقله، عنده اكثر من او ما يقارب مليونين قصيده في الملحون مجردها محطوطه، باحث في التراث الشعبي. هاد الثقافه كاع اللي كانت كاين، الثقافه الشعبيه اللي كانت عند بلاحه حسيناها في الحياه كي كان عايش معنا، كي ولحد الان انا كنت وحش صاحبي، تعرفي عندي سلسله رمضان في الماريكان اللي خدمناها، كنت وحشان نعاود نروح نتفرج الله اكبر نتفرج اللقطات اللي كاينه بين الكلاب والاكسيون، باسكو هذوك هما اللقطات اللي تشوف فيهم بلاحه ما تشوف الشخصيه رحمه الله عليه ربي، ونظن باللي الجزائريين حبوه. إيه ربي يرحمه.